مرحبا، معكم غيدة مرزوق. اليوم أنا كثير سعيدة مش شوي، لأنه معي اليوم الكاتبة نورا أفرام، أول كاتبة بكل حياتي بعرفها، وكل حياتي أنا وياها بنحضر أفلام وبريميرات، وبنحضر فيها كل المهرجانات، وبنحضر فيها كل الأمور المتعلقة بالسينما. كل حياتنا مربوطة بصداقة، بعلاقة حب كثير قوية، وبالسينما. ما بحياتي كان بيخطر لي انه هالمره رح استضيفها لحتى تكون هي نورا افرون عن جد لبنان وتعمل فيه لايت كوميدي وعائلي لحتى يحضروا كل الناس، ورح ينزل بفتره الميلاد. اليوم معي جوزيفين حبشي، او بينا مثل ما انا بعيطلها، وهي ناقده وكاتبه، وهي شخص بضحك كثير الناس وبيكتب اشياء كل الوقت على الفيسبوك وعلى الانترنت وعلى الواتساب، وبيبعت ما بدي فل، وهذا الشيء احلى شيء فيها. وهي ايضا كاركتيرها مثل ما بتشوفوه بالحقيقه نفس الشيء. بينا اي مس يو غدغود، ميرسي على المقدمه، طفرت الدمعه. حبيبه قلبي، انا اليوم نورا، بليز نورا مش جوزيفين. نورا مش بينا، نورا مش بينا، تكرم عينك، نورا مش بينا، خلص نورا مش بينا، خلص انت نورا. انا اعمل لك خلص، قررت سميكي نورا، لانه قلت مش حسميكي كاتب عربي، رح سميكي كاتب سينمائي، وخاصه هالكاتبه اللي عملت اخضم افلام من الكوميديز، وهن الافلام اللي عن جد انه وقت اللي عملت 89، عملت وين هاري مات سالي، اللي هو احلى فيلم انا بلاقيه بحياتي لغايه اليوم، فعلا بلاقي ما خلت فيلم ما عملته وبدعت فيه. هيدي المرة هي المرة الأولى شفتك عم بقول منقورة صرت لأنه من نورا. المرة الأولى اللي بينا بتحط اسمها ككاتبة على فيلم، فعلا هيدا الشيء كتير بسطنا وكتير كتير فرحنا. وبدي أقول شغلة، أنه أنا وجمال بنعرفك، أنا بعرفك من كتير زمان، بس جمال تعرف عليك من شيء 6 سنين تقريبا، وأنا وياه بنعرف قديش شغلك حلو على كل الأصعدة، عم نحكي بكل شيء بتعمليه، حتى بحياتك وبطريقة تعاملك مع الناس، وبطريقة كمان تعطيك مع كل الأشياء اللي بتصير بالبلد. هالمرة لما عم نشوف جوزيفين عم نشوف دغري طلع مفرق طريق، All Roads Lead to Rome، كتابة جوزيفين حبشي. قبل ما نفوت بالفيلم بدي أعرف الناس عن بينا. بينا صحفية، أول مقابلة عملتها غيدة بحياتها كان مع جوزيفين حبشي. غيدة بعدها بتلفزيون المستقبل، أول ما طالع تلفزيون المستقبل، ودقت جوزيفين لهالبنت المهضومة اللي كانت تقدم نشرة الطقس، وقالت لها بدك تكتبي عن الموضوع معي. وبتجي غيدة على مكاتب النهار، بتتذكري غيدة؟ بتصور هذا الشيء أكيد، يعني هدول أشياء كثير مطبوعة بحياتي، بس قد ما في أمور كثير جمعتنا بعدين صرت بتعرفي بنسى كل هالتفاصيل. واليوم انا اول لقاء لي ككاتبه مع غيدة، شو حلو. اكيد انا كثير سعيده بهيدا الشيء. بقى اليوم انا بدي اعرف الناس، قبل ما تكون هلا هالمره بينا هي نورا، بدي اقول انه للناس نخبرهم عن جد عن مسيره جوزيفين حبشي، كيف ابتديتي بالنهار وكيف تبعتي مع كل شيء وكيف كفيتي انت لحالك من بعدها. سو خلينا نخبرهم الناس عن مسيره جوزيفين. غيدة إذا بخبرك شغلة، أنا الفيلم اسمه عمفرق طريق، وأنا ما فيني خبرك قديه في مفارق طريق بتردني على الطريق الأساسي. أنا لما كان عمري 16 سنة كنت حب السينما كتير، هلأ الكتابة كل عمرها شغفة، بس السينما هيك سينما، وما بعرف يعني إذا بتقليلي مخرج كاتب كاميرامان ما بفهم شو الفرق بيناتهم، بس إنه السينما. فأنا قررت قلت لهم بدي أعمل مخرجة، منيح ما عملت، كنت قعدت مثلا هلا لارا سابا ببيتها، أنا دين لبك ببيتها، قلت لهم بدي أعمل مخرجة، لبنان ما في إخراج، أنا عمي عايش بأستراليا بيحكي مع بي إنه خليها تجي بتدرس هون، زبطت ورائي وكل شيء، وأنا كنت مسافرة على أستراليا أدرس إخراج سينمائي، إيه؟ بابا الله يرحمه قبل أسبوع من السفر، لقيه قاعد وعم يبكي، يا بابا شوفي، قال لي يا بي الطياره بتطير من هون انا بموت بارضي. يا لطيف، قلت له خزقتهم، قلت له يمعن ابو السفر انا مش مسافره، خاصه بيك لاخر لحظه بحياتي كان اكثر شخص كنت يعني فعلا كنت كثير متعلقه فيه، ولاخر نهار بحياتك بقي افضل صديق لك. سو عملتي احسن خيار بقيتي بلبنان عن جد، يعني تشوفي كيف برميت وخلص نسيت، فت عملت صحافه انا ونسيت قصه السينما. واذ تخرجنا من الصحافه
واشتغلت فترة قبل ما يتصلوا في من النهار، كانوا عوشك يطلقوا دليل النهار اللي هو في عنده بارت مهمة للسينما، وكان بدهم حدا يجي السينما، فقالوا لي بتلمي، فأنا اجتني شحنة فطيرة انه رجعت برميت ورجعنا على السينما. صحيح. من وقتها 23 سنة أنا بعمل كريتيك سينما لدليل النهار، أكيد كل الأفلام بنحضرها، وأنا وياك تعرفنا أكثر على بعضنا من وراء الأفلام اللي كنا نحضرها. ومن وقت اللي كنت أنا أحضر أفلام أنا لابد إنه أنا لا ما بدي أعمل إخراج، أنا لازم أعمل سيناريو، وكان حاطة براسي وحققناها. طبعا هلا على مفرق طريق مش أول فيلم أنا بكتبه، أنا في بالجرور كذا فيلم سكريبت أفلام، بس على مفرق طريق هو أول فيلم ينفذ أو يصور، لأنه لقينا جهة المنتجة بتعرفي قد الإنتاج صعب يعني. إن شاء الله بكورة خير ويفتح لي طريق لإنتاج الأفلام الثانية. صحيح صحيح، اكيد مثل ما قلت، لانه يعني هو اصعب شيء عندنا بلبنان هو للاسف الشديد الانتاج السينمائي، لانه بنعرف قديش مكلف الانتاج. انما الحمد لله كان في دعم لإليك من عدد من الاشخاص، يعني ان كان لارا سابا المخرجه اللي بنعرفها كنا كثير ببلايند انترسكشنز، وايضا ان كان بالنسبه لدعم ايضا من شركه الصباح كمان اللي كمان شاركت معكم كمان بطريقه معينه كمان بالفيلم كمان. شركه الصباح موزعه، هو منتج الفيلم هو شركة ART وواكاندا فيلمز، الصباح موزعين الفيلم. موزعين موزعين صحيح، وهذا الشيء اكيد واحد دائما بيعوزه. انما فعلا انه لما بنقول واكاندا فيلمز اسمها كثير مهضوم لشركه لارا المنتجه للفيلم، وايضا صحيح صحيح هي المخرجة والمنتج المنفذ، ورح نشوفه بعد شوي كمان يعني بخلال هالفترة رح نشوفه كمان الانترفيو تبعيت لارا كمان رح نحضرها سوا لحتى نقدر كمان نعرضها. بنعرض بالأول الكاتبة ومن بعدها بنعرض المنتجة والمخرجة للفيلم. أنا هو السيناريو طبعا أكيد أكيد، أصلاً نحن دايماً بنقول كلنا كل حياتنا بنقول بس لروح نحضر فيلم بنقول أول شيء أهم شيء بالفيلم هو السيناريو، لانه اذا فيلم بلا سيناريو الفريد هيتشكوك بيقول كمان يعني مش بس نحن اكيد اكيد سيناريو ثم سيناريو ثم سيناريو، ثلاث عناصر مهمين لنجاح اي فيلم، السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو، شو كان بيفهم اكيد اكيد هو اهم شيء السيناريو فعلا. بس نحن ما رح نقول انه شيرلوك هو اللي كان طاغي بالفيلم، لانه الفيلم بعيد جدا عن كل افلامه لشيرلوك هولمز. بس الحلو بالفيلم انه في سيرلوك بقلب الفيلم، وهذا شيء كثير مهضوم. سو انا بدي اقول شغله هلا، خلينا نوصل فاذا لهالمرحله المهمه جدا بحياه جوزيفين، اللي هي خلص لما ظهرتي هالفيلم من الجرور وقلت خلص انا بدي امشي فيه لحتى اقدر فعلا نفذ هيدا الفيلم بهالطريقه الرائعه. لانه عن جد انا بدي اقول مش عم سايرك، انت بتعرفي هيدا الشيء انه انا شخص ما بيسير ابدا، اذا كل حياتي اذا فيلم ما حبيته، خاصه لما يكون فيلم لبناني ما حبيته ما بحياتي بستضيفه، ما بقول عنه عاطل لانه بقول انه ما بيستاهل ضيع وقتي، ولا بحب كسر وفخت مثل ما بيقولوا بالافلام اللبنانيه. بس انا بالنسبه لي بس تلاقي انه فيلم عن جد حلو ما بصير حدا وبستضيفهم دغري، ما في هذا كل حياتك انت بتشوفيه بحلقات السينما اللي صار لي اكثر من 20 سنه بعملهم على الهواء، وبكون دائما معي اشخاص اشتغلوا على افلامهم ان كانوا اشخاص لبنانيين عرب او اجانب، هذا الشيء كل حياتهم يجي معي. فانا بدي اقول عن جد الفيلم كثير حلو وما عم سيري بينا. وانا بدي اقول شغله اليوم انه انا بلاقي انه عن جد لما واحد بيشتغل مزبوط من قلبه على شغله بتشوفها مزبوط بقلب الفيلم. وبدي اقول انه انا شخص تعرفين انت ما بيحب ابدا يفتح سيره شيء عن الفيلم قبل ما العالم يحضروا الفيلم، بس انت كنت شخص مدمر للفيلم. انا وفينا كنا بس نفوت على بريمير الفيلم، واذا هي كانت شايفه شيء منه او هي بتعرف شيء عنه الا بينا ما تحكيني ولا كلمه، لانه كانت بينا سوري يعني بس تقصف عمره للفيلم اللي بدي فوتنا هلا نفوت نحضره نكون حيلا فيلم كثير حلو. سو عم هددك عم اقول لك اوعك، لانه شوفي انا بحياتي هلا مش رح انتقم منك بهذا الشيء، انا هلا رح اخذ خلص انا عم فرج الناس فعلا الجانب الحلو، لانه الفيلم عن جد كثير حلو مش عم سير حدا مثل ما انت بتعرفي. بس كانت دائما بينا بس نفوت على بريمير فيلم او حيلا فيلم هي شايفه شيء منه او حاضرته قبل ما نحن نحضره بالبريمير، كانت تقول عرفتي كيف
كيف بيصير هذا الممثل بعدين بيموت، او مثلا جاك بيغرق مثلا بالتايتانيك مثلا، عرفتي بيغرق بالاخر مثلا، انه عرفتي، او انه حدا او بيموت او ما بيقعدوا بكفوا مع بعضهم هالشخصين اللي بحبوا بعض، او هذا الشخص بيكون رايح بهالطريق بيطلع بغير بوجهه غير طريق، بيروح على غير طريق. سو انت بتحبي غير طريق، بتحبي على مفرق الطريق دائما تغيري له الفيلم للواحد. تغير الطرقات انا. بالضبط، سو بقول لها لبينا انا بقول لها نحن بس لنحضر فيلم، بس لنظهر بنحكي عن الفيلم، بس قبل ما نفوت اوعي تفتحي تمك. وانا هيك رح اعمل، لانه انا فيلم حضرته امبارح وانغرمت فيه، انا وزوجي جمال حضرناه وحبيناه كثير للفيلم، وماني عم سير حدا ابدا، انا بعثوا لي انت ولارا وريتا اللي عم تشتغلوا سوا على الفيلم لحتى احضروا ككريتيك، لانه بدي اعمل مقابله معكم. بس انا عن جد فعلا بقول انه فيلم كثير بنبسط فيه، لانه فعلا فيلم كان بغير انه بيفرجي الجانب الحلو للبنان، في كمان التعاطي الحلو كمان بقلب هالفيلم، التمثيل رائع، واللي كتير طير لي عقلاتي هو عن جد قديش عم تفرجوا الجانب الحلو للبنان. بنشوف لبنان عن جد قديش حلو، وكل حدا بيحضر هذا الفيلم رح يشوف قديش لبنان حلو، ما رح يشوف القرف والتعتير وكل هدول المشاكل اللي عم نعيشها هلا، وكل هالمشاكل البشعة، ولا شيء له علاقة بالحرب، ولا شيء له علاقة بالحرب الاقتصادية، ولا شيء له علاقة بشيء قطعنا فيه. عم بفرج لبنان 100% شو هو. هيدا شيء بينا. بتعرفي لبنان انقطعت الكهرباء، انقطعت هو ما في مجال، بس ثواني وبيجي بدك نكفي حديثنا بقطعه الكهرباء حتى شوي يشوفوا انه لبنان هو رومانتك، صار ما في فيلم رومانتك كوميدي وهلا الاجواء رومانسيه. اوكي كفي، بس ثواني وبيجي الموتور. اوكي واخذونا نحن بلبنان عايشين. ايه هلا فينا ما بيفرجي اي مشاكل بلبنان، مش لانه المشاكل مش موجوده، المشاكل موجوده بلبنان، بس كمان كل شخص عايش بلبنان ممكن يبعد، لما تبعدي شوي للضيعه اللبنانيه للطبيعه اللبنانيه بتتغير الصوره، بترجعي للاصاله، بترجعي للارض، بترجعي للسلام الداخلي، للروقان، بتشوفي الاجواء كلها تغيرت. نحن يعني الفيلم هو عم يعطي مساج كثير مهم، انه نحن عشت الكهرباء. عشت الكهرباء. عشت الكهرباء. فيني اقول لك شغلي؟ انت عم تحكي هلا عن لبنان وقديش حلو، قديش حلو لبنان، فيني اقول لك شغلي شو كان مبين هلا بالعتمه؟ غير صوتك المهضوم. الارز. مبين، مش بس الارز، مبين لبنان. مبين لبنان. وحيد الله مبين لبنان، وعن جد فعلا هيدا الشيء هلا، مشان هيك قلت انا بدي كفي المقابله مثل ما هي، بدي فرجيهم انه عن جد هيدا هو لبنان. شو بدنا نفنس عليهم كمان بالنهايه، بس بدي اقول انه حتى انا اللي عشت كل حياتي بلبنان، ما بحياتي تركت لبنان، ولغايه اليوم مع انه صار لي 3 سنين عايشه بموريال برات لبنان، فيني اقول انه انا حتى امبارح اللي انا بيرمت 3/4 لبنان، وانا طالعه على بشري ورايحة على المنطقة وكمان ونايمة فيها وعرفت جمال عليها من بعد غيبة طويلة بكندا، بدي أقول أنه أنا عن جد امبارح أنا وجمال اكتشفنا بعد أشياء أكثر بكثير ببشري، واكتشفنا مناطق أن نحن بنروح عليها، هدول كثير حلوين. ولا يا دمازيل حبيبتي بك شيء؟ هيدا شي سكري. هادي نجم يعني من اهم الممثلين عندنا بلبنان. ها يا ايبي الشورت ليست. يس يعني رح تشارك بفيلم عالمي. مظبوط. مش هيدا هو ايمن منتلنا بيها؟ وقريبا جدا ان الله رب يلعب دور قديسه البابا. شو جابك لعنا؟ عبالي ارتاح شوي من التليفونات وعجقة بيروت والصحفية والناس. ما لك الا تنزل عندنا بالدير. رب رحمك. بدكم ياني نام قلت المرحوم؟ الله يرحمه. انا مرتاحة لهيدا الشيء. انه جاي لهون بغايه، بس فيني افهم ليش مش طايقتيني؟ انا نزلت علينا هيك فجأة، صرت تعمل علينا حركات الستار. وينو؟ ما بعرف.
برافو فيجرو برافو برافيسيمو برافو فيجرو برافو برافيسيمو هاتي فورتونا هاتي فورتونا هاتي فورتونا نو ماكيرا لا 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 احنا كمان مسافرين بهالقرب على روما. ما نكون هينين شيرلوك هولمز. انتعجنا. ان شاء الله اشوفكم بروما. طبعا لبنان ما خلص من المشاكل، نحن في عندنا كثير ايجابي عم بيبث صوره ايجابيه، عم بيبث امل. بس هو لبنان بعد المشاكل موجودة، بس نحن كلنا عايشين بعالم استهلاك مادة خانق حتى بلبنان مع كل مشاكلنا. لهيك نحن قررنا نبعد أو نوقف أو نغير طريقنا، نروح لمحل أحلى، لمحل موجود بعده بلبنان. يعني لبنان ما خلي من الجمال أبداً أبداً، صورة بطلت موجودة، بالعكس هولي هاي كل اللي عم نقدمه بعده موجود بلبنان، بس نحن بعده شوي. خففوا إيقاع حياتكم الضاغط، اطلعوا من مشاكلكم، بعده شوي شوفوا الصورة من برا بتشوفوها حلوة. نحن قررنا نبعد صوب الجبل اللبناني اللي هو رائع، صوب الطبيعة، صوب الأرض، صوب الأصالة، صوب تقاليدنا الحلوة، محل ما ناس طيبين بيساعدوا بعضهم بيحبوا بعضهم، محل ما ريحة الأرض تفتح لك أفاق جديدة، محل ما وادي القديسين، نحن مصورين بوادي أنوبين، بيعطيك سلام داخلي رائع. يعني فوق بتطلعي اذا ما عملت شيء وقعدتي بترجعي بتشحن حالك طاقه ايجابيه. هذا نحن كان عبالنا نفرجيه انه لبنان بعد فيه قصص كثير حلوه، قدمنا كل هالاجواء الحلوه من خلال قصه بسيطه. نحن ما حبينا نتفزلك، يعني انا ما حاولت لا احط فلسفه ولا تفزلك ولا كليشيهات، يعني انه اذا ما حط تفلسوف انه الفيلم ما راح يكون منيح، بالعكس كل ما كنت لسانتيسيكي لابوتي، كل ما كان فيلم بسيط ومقدم بسلاسه وهضامه وذكاء يعني ناعم راح يوصل وبيغلغل بقلبك وراح تعشقيه. وانت حضرت الفيلم بعتقد بتوافقيني الراي هيدا. انا فعلا نحن عندنا قصه مهضومه لممثل عالمي، مش عالمي، لبناني هو، بس اجته فرصه العمر اللي هي دور برا بخارج ايطاليا بالعالم. وطبعا قبل ما بده يسافر يعمل هالدور كان عنده مشاكل تصوير، هو لانه ممثل ومش حابب بالوضع بلبنان، حب يبعد تياخذ هيك يتنفس تيسترخي استعدادا للسفر. فهو بيقرر يطلع على ضيف طفولته قبل السفره ليرتاح ليسترخي ليهدي اعصابه استعدادا لهالرحله المغامره العالميه. وطبعا على مفرق طريق فوق عنده بالجبل على بوادي انوبين رح يلتقى يمكن بالحب وباربع رهبات للسنين، رح يدعوه ينزل عندهم بالدير لانه هو عباله ينعزل عن العالم الخارجي. ومن هون بتبدا المغامرات المهضومه، رح يغير نظرته بالحياه، هو هالممثل المغرور الشريك حاله رايح ورا طموحه، رح يرجع للارض للمبادئ للطيبه، تتغير نظرته بالحياه واكيد محيطه كمان اللي معه رح تتغير كمان نظرته لامور كثيره. انا هون بدي اقول شغلي عن جد، بدي اقول انه غير التصوير الرائع اللي رح احكي بعد شوي فيه عن مع لارا عن هذا الموضوع، لانه التصوير فعلا رائع، مش شوي رائع يعني التصوير كارت بوستال كثير 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 حلو عن جد، كارت بوستال عم تتنقل كل الوقت بتطير العقل، وانغرمنا نحن بالتصوير عن جد. بس انا بدي اقول يعني فوق الطبيعه كيف ما تكب الكاميرا، كيف ما كبيت الكاميرا عم تاخذي لقطات رائعه. ونحن صورنا بدير مرليشا، يعني هيدا دير بقلبه، نحن مش مركبين ديكورات، كله ديكورات طبيعيه. اكيد اكيد. وبدي اقول شغله انه الفيلم منه انه فيلم ديني لحتى يفكروا انه عم نحكي انه تصور بالدير، وكان في كان في المسرات كمان كانوا موجودين بقلبه، كان في شخصيات دينيه وروحيه. الفيلم بيورلي كوميدي عن جد، انا بدي اقول انه من اول لحظه الفيلم كوميدي، بس هو روحاني، يعني ايه. نحن عم نفرجي اشخاص انسانيتهم لهالاشخاص، قد ايه هن قادرين، قد ايه بيساعدوا غيرهم، عم نحكي عن روحانياتهم، والروحانية موجودة وين ما كان بكل المجتمعات بكل الأديان أشخاص وبكل الأديان. نحن ما عم نحكي إنسان
قدي الإنسان بيساعد بعضه، قدي هالروحانية موجودة، قدي هن لذيذين، قدي هن عندهم إيجابية، قدي بيحبوا الأرض، قدي بيساعدوا غيرهم. هذا اللي عم نذكره. ودول أنه فعلا الكاس تبع الفيلم كلهم بدعوا، كلهم بدعوا فعلا، كلهم بدعوا من اول ما ببلش الفيلم، من اول لحظه. فعلا هذا الشيء بدي اقوله عن جد، من اول ما ببلش الفيلم من اول لحظه بتصير بتضحكي، كل شوي بتضحكي، كل شوي بتضحكي، لانه عن جد في اجواء رائعه بالفيلم، وفي اجواء كتير كوميدي ومهضوم كتير، وكل عن جد فعلا كل شوي واحد بيضحك. سو خبرينا، خلينا نحكي عن الكاس. ايه هيدي نورا نص، هيدي لك نورا، نورا عم بتبدل. طب خلينا نحكي عن الكاست. انا بتقلي شغله هيدا، عم تحكي عن الممثلين، نحن معنا، نحن الممثلين هالقد كانوا لذيذين لانه هن ممثلين فعليين. يعني نحن كنا مصرين ان كان انا او لارا او الانتاج انه ما نجيب اي ممثل، بدنا ممثل فعلي جدي بيعرف يشتغل على الكاركتير. يعني حتى الدور البسيط الممثل الشاطر بيقدر يطلع لك منه شيء. احنا عندنا هضامه الموقف، لهيك يعني هن ما بيضحك الشخص كشخص، بس اللي عم بيصير معهم هو اللي بيضحك. وبما انهم كلهم ممثلين شغلين مسرح، ممثلين فعليين، مش هول اللي جايين بس يستعرضوا انه نحن ستار او نحن ديفا او نحن لا، هن ممثل اخذ اشتغل على دوره مثل ما لازم، وهذا كان ضروري. يعني احنا كنا مصرين حتى في شخصيات، كنت انا لما كنت عم بكتب النص، يعني اول ما بلشت كنت حطيتهم براسي. يعني انا جوليا قصار وبتي توتل الدور، كنت انا ما شايفه حدا غيرهم. يعني سور باولا اللي هي جوليا قصار كانت يعني جوليا قصار، سور ماري برنار هي بتي، ما في مجال. سور مثلا سيليستين وسور جابي كنا محتارين انه بعدنا بدنا نشوف مين ممكن يعطي هالادوار، بس سير ماري برنار وسير باولا كانوا ما في يعني بحث انكتب. هون بدي اقول كمان، هلا بدي اقول شغله عم شوفه هلا بلبنان، قصه الانترنت، لانه هلا عندكم شتاء كثير بلبنان، سو الانترنت عم بيقطع شوي، سو معلي يعذرونا، لانه نحن مثل ما عم نقول لبنان في عنده مشاكل. Exactly. سو حتى يشوفوا كمان، يعني عم يشوفوا قطعت الكهرباء وعم بيشوفوا قصة الانترنت وعم يشوفوا قصة الأمطار اللي بتعمل سيول للأسف الشديد بلبنان. نحن ما عم نضحك على هذا الموضوع، نحن عم نقول إنه هذا الموضوع للأسف عايشينه اللبنانيين يوم بعد يوم. إنما بدنا نقول عن جد نحن عن الفيلم إنه من وقت اللي ببلشوا، يعني إن كان شادي حداد وإن كان بالنسبة لموضوع جوزيان بولوس اللي قالت قعدت فوق ببشري وتعلمت بشراني لحتى أقدر أحكي بشراني، لأنه عن جد كتير كانت مهضومة. بدي أقول إنه كل المسورات الأربعة، يعني بتي توتل وجوليا قصار وسينتيا كرم وميرنا مكرزل وربا زعرور كانوا فعلا عم بيبدعوا بالتمثيل كلهم سوا من دون أي استثناء. وأكيد كل الأشخاص الحنيين الطرف يا هيدا قدي أدوارهم صغيرة بس بتعلم، يعني ما في شخصية ممكن تنسيها، وهذا بيثبت الدور مش مساحة، مش بالكبر، هو بنوعية الدور. ممكن تقدي مشهد تعلمي وممكن تكون كل الفيلم مبينة وما تعلمي. مزبوط. لا فعلا هيدا الشيء منشوفه بشكل كتير واضح. أنا بدي أقول أنه أنا اليوم كتير سعيدة، ما بدي أحكي بعد أكتر عن الفيلم جوزيفين. أنا بدي أقول أنه الفيلم مرت الجاي إن شاء الله بدنا نعمله All Roads Lead to Lebanon. All Roads Lead to Lebanon بدنا نقول أنه هيدا الشيء فعلا كتير أساسي. إيه عن جد All Roads Lead to شدة رايحين على مهرجان البحر الأحمر، عرفت؟ مزبوط. I would like to thank all those who have dreamed with us. I would specifically thank Sheikha Hatim Kamel. المخرجة والمنتجة لارا سابا، شكرا. The director and producer Lara Saba. الكاتبة الصديقة جوزيفين حبشي. The writer and director Jozefine Habshi. شركة الصباح أخواني اللي عم توزع الفيلم. كل ممثلين الكبار موجودين معنا الليلة ويلي مش موجودين. All the great actresses and actors that are with us tonight, all those who are not with us.
كل فريق العمل انا رح اشكرهم. اول مره رح ينعرض بمهرجان البحر الاحمر، وهذا شيء نحن كثير كثير سعداء فيه، لانه فعلا جدة والرياض وكل هالمواسم اللي عم يعملونها الثقافية والفنية، هذا شيء بكبر لنا كثير قلبنا. سو كيف رح تكون المشاركة لإلك بمهرجان البحر الأحمر؟ لأنه أنت عم بتكوني موجودة بكل شيء، مش بس مع فيلميك، إنما رح تتابع المهرجان من أول لحظة لآخر لحظة. نعم، أنا رح تابع المهرجان بشكل كامل من أوله لآخره. الفيلم تبعولنا رح سيتم افتتاحه ب 3 ديسمبر. الافتتاح هو الرسمي للمهرجان ب 1 ديسمبر. نحن مترتبين من الجلا والسجادة الحمراء، رح يكون عندنا افتتاح مع سجادة حمراء وجلا ب 3 الشهر. وطبعا نحن ضمن فئة اسمها روائع عربية، وهي الفئة في عليها تصويت جمهور، لهيك نحن بندعي كل، ما بعرف إذا رح تنزل الحلقة، كل الموجودين بجدة يجوا يشجعونا يحضروا الفيلم ويصوتوا له. وفي افتتاح وفي عرض تاني للفيلم تاني نهار بأربع الشهر بإحدى صالات المهرجان، كان عرض تاني مع كل الفيلم. رح يكون أنا موجودة، لارا سابا المخرجة، شادي حداد، بتي توتال، جوليا أصار، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، وروبا زعرور، يعني رايحين وفد، عرفتك؟ شو بدها أحسن من هيك؟ أكيد أحسن غزو، أفضل 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 تمثيل لإلنا، يعني عن جد رح تكونوا سفرة سفرة للبنان وللسينما اللبنانية عن جد بكل فخر. والحلو كمان المشاركات المهضومة للصديق السعودية تحديداً، سعودية، لأنه سعودية ما فيني خبرك قديه سعودية بيحبوا اللبنانية، يمكن أنت بتعرفي هيدا كتير. يعني أنا ما بلتقى بسعودي إلا ما بيقول لي لبنان لبنان لبنان، كلهم بيحبوا لبنان. يعني هلا انا اكيد قد ايه رح ينبسطوا بهالصوره اللي عم نفرجيهم اياها عن لبنان، لانه هن لما يجوا لعنا بيطلعوا على الجبل بيحبوا هالقصص اللي عم نفرجيهم اياها. مزبوط، فانا كثير سعيد انه بمهرجان بالسعوديه، لانه هالمهرجان اثبت قد ايه عم يفتح جسور تواصل بين كل الشعوب، وفي انفتاح رائع عم بيصير من خلال السعوديه من خلال هالمهرجان. أكيد أكيد، وبدنا نقول إنه ألف ألف مبروك للمنتخب السعودي اللي بيضنا وجهنا ولكل الدول العربية فعلاً، وفرحنا من كل قلبنا. بدنا نقول لهم عن جد ألف مبروك، فوز بيستاهلوه، لأنه لعبوا من أول الجيم لآخره بشكل مبدع، وفعلاً كانوا بيستاهلوا هذا اللقب، ونحن كثير سعداء منهنيهم من أكبر شخص من رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأول لاعب يعني معهم بالمنتخب، وكل قاعد على مقعد الاحتياط. اكزاكتلي، لكل شخص موجود بالفريق من المدرب لا مثل ما قلتي الشخص اللي قاعد على الاحتياط. فعلا ما انه الف مبروك. انا بدي اقول فعلا انه الفيلم هلا بما انه سابان دو نويل وراكي رح يكون هديه الميلاد بلبنان، ورح ينزل ان شاء الله ب 15 الشهر بلبنان، ان شاء الله ب 15 ديسمبر رح يكون افتتاحه بلبنان، خصوصا انه الفيلم يعني هيك بيعطيك هيك ايجابيه، وبتطلعي منه رح تكوني مبسوطه، وبتحسي هيك انه ما في ضغوطات، ما في شيء، بالعكس جاي تنبسطي تتسلي بشكل ناعم ونظيف. اهم شيء انه كوميديا نظيفه، ما في شيء مبتذل ابدا بالفيلم. هيدا كثير شيء مهم، وبعتقد الناس اشتاقت لهيك نوع افلام. مزبوط، نحن كثير هيدا كثير ناقصنا. مزبوط، بتعطي الوقت بشكل رائع. مزبوط، نحن دايما عم نقول هذا الشيء، دايما عم نشتاق له، لانه ما عم نشوف افلام كوميديه، ما عم نشوف مسلسلات كوميديه، هذا الشيء ابدا مش موجود. سو هذا الشيء اللي نحن بحاجه له عن جد. ويلا عم افرق طريق، رح تكون اول خطوه، والمحطات اللي جايه ان شاء الله جايه قريبا ان شاء الله مع جوزيفين حبشي او نورا افرون تبعيت لبنان، واكيد نحن الى لقاء قريب ان شاء الله رح نكون متابعين معك. بدنا نقول للناس صوته للفيلم لحتى يقدر فعلا ياخذ الاستحقاق اللي لازم ياخده. انا بوسك كثير، اي لاف يو سو ماتش بينا، والف مبروك للفيلم حبيبتي. اي لاف يو كثير كثير، انبسطت كنت معك حبيبتي، وانا كمان. واليوم ما قلنا قلب نسكر المقابله، مع انه فتحنا مقابله كثير طويله، رح يشوفوا تريلر تبع الفيلم بخلال الحلقه، وما رح اعرض لهم شيء ثاني، بس التريلر تبع الفيلم، واكيد رح يشوفوا بعض الصور. مرات لبنان على السوشيال ميديا قادرين تحضروه، لانه رح يكون مع الصباح، رح يتوزع بكل العالم، يعني بامريكا، بكندا بعتقد، باستراليا، باوروبا، فبليز شجعونا هذا
اللبناني بيستاهل التشجيع. انا مش مع انه نشجع بس نشجع، بس هيدا فيلم بيستاهل لانه في عنده كل المقومات الفنيه بتاهله انه نشجعه ونشوف حالنا فيه. اكيد ما حدا عم بحكي عن حالي، عرفت كيف؟ مزبوط مزبوط. ومثل ما انت قلتي قبل كمان، قلتي ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين، انت قلتي 12 على 10، انا بدي اقول لك نحن رح نعطيه 15 على 10، مش بس 12 على 10. حبيبتي ببوسك كثير. يا رفيده 20 على 10، 20 هلا شوفي 20 على 10 بكون كمان زياده، ما بدنا نزيدها للقصه، ما بدنا نزيدها للقصه، خلي الناس يروحوا هني ويحكموا، يحكموا، هيدا اهم شيء. الحكم راح يكون للمشاهدين وللجمهور اللي راح يحضر الفيلم ان شاء الله بالمهرجانات، وراح يحضروا بلبنان ب 15 الشهر. انا بدي اقول لك اكيد ان شاء الله كل التوفيق للفيلم يا رب، لهالفيلم المهضوم والكوميدي، وراح مثل ما قلنا راح يكون عندنا لقاء مع المنتجه والمخرجه لارا سابا، كمان راح يشوفوها كمان بخلال هالفتره لحتى يتابعوا مع الفيلم. حبيبتي ميرسي كثير بينا، وانا كثير سعيده اليوم بوجودك معي. حبيبتي وصلوا كل البوسات، يلا سيو لحتى تحضروا هاللقاء مع مثل ما قلنا الصحفيه والكاتبه واليومرست والشخص اللي كثير بيكتب اشياء مهضومه، والشخص اللي بعده متابع معكم من اول مسيرته بموضوع السينما وعالم السينما جوزيفين حبشه. اكيد بدعيكم تعملوا سبسكرايب وتفوتوا على غيدامجذوب.com كلمه واحده بس، وحتى تشوفوا كل شيء بقلبها، انستغرام ويوتيوب وتشوفوا فيسبوك وتشوفوا كل الامور اللي عم بعملها وكل الشغل لحتى تقدروا تحضروا هاللقاء. واكيد بدعيكم لحتى تتابعوا معنا، وبشوفكم بلقاء جديد.